حكيت الأكواد اللي أنا بكتبها وين موجود أنت عندك؟ موجود أنت عندك على صفحة المودل، تدخل على مساق برمجة الوسائط 1 هذا، تمام؟ فبتلاقي في عندك هنا رابط للمحاضرات المصورة، تمام؟ وفي عندك الكود من وين بدك تجيبه، في عندك هذا الرابط تفتحه. افتح الشباك عندك شوي. انت بتحمل حاجة؟ تمام؟ فهذه الصفحة. طبعا هذا الكتاب انت عندك، هذا رابط الكتاب وهذا موقع الكتاب، تمام؟ وهذه عشان انت تحمل البايثون والباي تشارن وهي المحاضرات، تمام؟ في انا عندي المحاضرة هذه مفقودة فبدي احملها. تمام؟ وهي المحاضرات المصورة، هي كلها موجودة انت عندك كبلاي ليست. تمام، هذه على اليوتيوب، نعم. هاي شايف المحاضرات كلها هي زي هيك، بتضغط على هذا الزر، تمام، تيجي انت عندك المحاضرات كلها موجودة هنا. طيب هاجيت الأمثلة اللي أنا بشرحها والأكواد اللي أنا بشرحها وين موجود الرابط تبعها؟ برضو هذا، تفتح عليه زي هيك. هذا كيف تحمله؟ كيف بتنزله؟ هذا رابط هيو على الجيت هاب، شايف العنوان هذا جيت هاب. كيف تحمله؟ هدي بقول لك كيف تحمله. خف شوي يا استاذ على النت. تمام؟ هاي انت عندك شابتر 1 2 3، احنا شرحنا لغاية الآن لغاية شابتر 3، هايهم كلهم موجودين انت عندك هنا، تمام؟ هاي خطة المساق وهي محاضرات الفيديو برضو موجود الرابط تبعها هنا. هاجيت هذا كله كيف تحمله؟ كيف تاخد منه نسخة؟ بتروح هنا على هذا الزر وبتختار هنا داونلود كملف مضغوط. طبعا الأكواد أنا عندي بتتحدث كل مرة، كل محاضرة بكتب كود جديد وبرفعه. فأنت ممكن تسوي الشغلة هذه كل أسبوع، كل أسبوعين بالكتير يعني، أو كل أسبوعين على الأقل يعني، إنه أنت لازم تسوي الشغلة هذه عشان أنت تاخذ الأكواد أو الأمثلة اللي أنا بشرحها. لقيت طبيعة الأسئلة اللي أنا بجيبها بطلعش على الأمثلة تبعتي، بس حل. بطلعش عن الأمثلة اللي أنا يعني بجيب لك إشي مشابه. بجيب لك إشي مشابه. تمام؟ فعشان هيك إنه أنت ممكن تحصل على نسخة من الأكواد هاي بهاي الطريقة، تمام؟